أهلا بكم مشاهدينا. من العناوين للتفاصيل، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس السابق محمد مرسي، وكذلك القرارات التي صدرت عنه الخاصة بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين. وأوصى مجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، كما قرر السماح للشرطة بالدخول إلى الحرم الجامعي في حالة وجود تهديد لمنشآته أو خطر على المتواجدين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية دون إذن أو انتظار. كما قرر مجلس الوزراء أيضا مخاطبة السلطة القضائية لتخصيص دوائر خاصة لبحث القضايا المتعلقة بالإرهابي لسرعة إصدار الأحكام الخاصة بها بهدف تحقيق العدالة الناجزة. وقال مجلس الوزراء إن قراراته تأتي استجابة لمطالب القاعدة العريضة من الشعب المصري بضرورة مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة، وضرورة إنفاذ القانون في مواجهة مظاهر الحرق والتخريب. المزيد من التفاصيل بينضم لنا على الهاتف الأستاذ منصور كامل، الصحفي بجريدة المصري اليوم ومحرر شؤون مجلس الوزراء. أستاذ منصور، برحب بيك في الحياة الآن. أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك أستاذ شريف ولكل المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ منصور. يعني تفاصيل هذا الخبر. هو بص حضرتك، النهارده مجلس الوزراء بيتخذ 5 قرارات في اثناء اجتماعه المنعقد اليوم بحضور رئيس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بمقر الهيئه العامه للاستثمار. 2 من هذه القرارات هو الذي بنعتبرها قرارات جديده، اما 3 قرارات الباقيين فهم تحصيل حاصل او هي قرارات قديمه بالفعل. القرارين الجداد اللي اتخذهم مجلس الوزراء النهارده هو تخصيص دوائر خاصه لبحث القضايا المتعلقه بالارهاب لسرعه اصدار الاحكام الخاصه بها لتحقيق العداله الناجزه، وده معناه انه في دوائر مختصه في القضاء هتكون مهمتها بحث قضايا الارهاب عشان ما تدخلش في موضوع ما تاخد دورها في الدوره القضائيه والطول، وعشان تبقى الاحكام فيها سريعه وتحقق العداله الناجزه للجميع. القرار الثاني هو مراجعه قرارات العفو الصادره عن الرئيس السابق، والمقصود بالرئيس السابق هنا محمد مرسي، اللي هي العفو في الجرائم الجنائيه وغيرها، وكذلك القرارات اللي صدرت عنه بمنح الجنسيه المصريه. معروف ان الرئيس السابق اعطى يعني الجنسيه المصريه او اصدر قرارات بمنح الجنسيه المصريه عدد كبير جدا من غير المصري، وبالتالي فإن الحكومة سوف تقوم بمراجعة هذه القرارات للتأكد من حقية هؤلاء الأشخاص، سواء بالحصول على العفو عن الجرائم التي ارتكبوها أو حصولهم على الجنسية المصرية لغير المصريين. أما القرارات الأخرى الخاصة بتنظيم حق التظاهر فده قرار تحصيل حاصل، لأنه قانون حق تنظيم التظاهر صدر بالفعل من مجلس الوزراء وارسله لرئاسة الجمهورية، والمفروض ان رئيس الجمهورية هو اللي بيقرر اصداره في الوقت المناسب. القرار الثاني بتاع دخول قوات الشرطة ليس بالجديد، لانه هذا القرار تم اتخاذه من قبل في اجتماع قبل السابق لمجلس الوزراء، وهو ان يحق لقوات الشرطة الدخول الى الحرم الجامعي اذا رأت اي تهديد للامن العام او اذا قامت المتظاهرين بارتكاب اعمال تخريبية، وهو يتم تفعيله ايضا، ان قوات الامن فعلت هذا القرار في عدد من الاشتباكات اللي حصلت سواء في جامعة الازهر او في غيرها من قرارات. اذا احنا امام 5 قرارات، 2 منهم فقط هم القرارين الجديدان، اما باقي القرارات فيها قرارات قديمه او تحصيل حاصل زي ما سجلت الخارج. وصلتني الصوره، بشكرك استاذ منصور كامل الصحفي بالمصري اليوم. اللواء محسن حفظي بينضم لنا على الهاتف ايضا في الحياه الان، مساعد وزير الداخليه الاسبق، تعليقا على هذا الخبر. سياده اللواء، برحب بحضرتك معانا في الحياه الان. اهلا بيك يا منصور بي، اهلا بيك. طيب سيادة اللواء، عايز أسأل حضرتك عن قرارات مجلس الوزراء وكيف يمكن لهذه القرارات أن تؤتي بثمار ونتائج إيجابية في الفترة القادمة، تحديدا فيما يتعلق موضوع الإرهاب. والله إن شاء الله، أنا لسه حالا سامع برضو بيان كان محمد بيه سلماوي كان بيقوله بالعيد الخمسين، تحدث بالعيد الخمسين، أنه حيطبقوا قانون مكافحة الإرهاب، حيظهر بيها مادة في الدستور مكافحة الإرهاب، دي هتعمل تعافي جامد جدا لجهاز الامن الوطني، دي هتعمل تعافي جامد جدا 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 طبعا يعني. وبالمناسبه كان اخونا محمد مرسي كان افرج عن عادل عوض شحته، وهو من الـ من الـ من الـ من الـ بتوع قضيه اغتيال السادات. بمجرد الافراج عنه سافر لبنغازي واشترك في اغتيال القنصل الامريكاني في بنغازي، وزود بعد كده في مصر في الخليه بتاعت مدينه نصر. ده ارهابي من القيادات الارهابيه كان مسجون؟ طبعا، وغيره وغيره، انا بدي لك مثل بس يعني، ومحمد الظاهري وغيره وغيره، انما انا بقول لك على ده تحديدا. تمام. لان طبعا الـ 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 الافراجات اللي حصلت غير طبيعيه وغير منطقيه، الا اذا كنت انت هتستعين بيهم بقى زي اللي بيحصل دلوقتي. يعني انت بتستعين بيهم النهارده في ساحه كرداسه ودلجه وسينا، انت بتستعين بيهم، دي ناس قيادات مش صغيرين يعني.
يعني محمد ناصر الغزالي، انا شفت يوم يوم مذبحه الكرداسه دي، شايف في التلفزيون يعني ايه هو اللي بيقود القصه كلها، يعني انا مش فاهم الكرداسه تمام. فهي القصه طبعا الافراجات اللي حصلت دي، هو كان بيعد نفسه للي احنا فيه دلوقتي، لو حصل لي حاجه يبقى استعين بصديق او رأي توني خليفه. يعني وصلتني الصورة، أنا بشكر حضرتك اللواء محسن حفظي مساعد وزير الداخلية.